مرحبا مرحبا ولا بيطره بديك علاج نفس الثاني بخلوك تكره الحمام اللي كان مريض اقسم بالله نصه بقول بقرفوش عارف مين اللي غنى عليه طيب جمال واحد اسمه جمال عمواسي من الضفه عليه على شفت الخلطه كنا ناخذها كذا ما بدي الدكتور عندي على 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 يقول الحد شو بس يمكن جاي لا ما احترم السقع الله عشان يتحول الى دموع المشكله حمام